يا مرحبا بكم مشاهدينا، ويسعد مساكم في حلقة جديدة ومميزة وجميلة، وأيضا فقرات مميزة وجميلة. وبالبداية لازم أمسي على زميلتي المميزة زينب. مساء الخير. مساك الله بالخير والنور يا ثامر. أكيد مشاهدينا مساكم الله بالخير، مشاهدين ومتابعين برنامج استديو الفجيرة، حياكم الله معنا في حلقة جديدة. أكيد طبعا، ونرجع نقول يسعد مساكم متابعينا وين ما كنتوا، وأهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم استديو الفجيرة، هذا البرنامج المميز. بالفعل مميز أكيد ثامر بفقرات، وأيضا مشاهدينا بمواضيعنا المختلفة أكيد اللي دائما نسلط فيها الضوء على كل الأخبار المحلية الرياضية الفنية وأيضا التكنولوجية. نعم صحيح، ومشاهدينا كما عودناكم في استوديو الفجيرة يكون معانا العديد من الفقرات اللي راح نبدأها مع أخبار دار السعادة، وراح نتوقف عند بطولة الفجيرة الدولية للتنس للشباب بموسمها 14 في حديث الفجيرة، ونتكلم بفقرة ترند في دار السعادة عن أهم الترندات وأخبار السوشيال ميديا، بالإضافة إلى أننا راح نستضيف عضو البرلمان الإماراتي للطفل من أصحاب الهمم في فقرة متميزون. بالفعل تامر راح تكون بانتظار تفاعلاتكم وآرائكم على مختلف مواضيعنا وفقراتنا المتنوعة في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون الفجيرة عبر هاشتاغ استديو الفجيرة. فعلا يا زينب، ونحن بانتظار كافة الاقتراحات، وأكيد أمسي على زميلنا عبد الله اللي راح نتعرف معاه على أخبار السوشيال ميديا في فقرة ترند في دار السعادة. يسعد مساك. مساك الله بالخير عبد الله. يسعد مساكم ثامر وزينب، ومساء الخير لكل مشاهدينا من وين ما كانوا ويتابعونا وفي برنامجهم المفضل استديو الفجيرة. وراح نقدم لكم كما عودناكم في فقرة ترند في دار السعادة أبرز الأحداث اللي استوت وتناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، وبستعرض وياكم الحين أهم عناوين فقرة ترند في دار السعادة. ومع أول ترند، دراسة حديثة توضح تأثير الوقت اللي نتناول فيه وجباتنا خلال اليوم على صحة القلب والأوعية الدموية. أما في الترند الثاني، إنقاذ صياد نيوزيلندي أمضى نحو 24 ساعة داخل المحيط. وآخر ترنداتنا راح تكون عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يخطف الأنظار من خلال فوزه بجائزة مارادونا لأفضل هداف لعام 2023 في جوائز دبي جلوب سوكر. وكانت طبعا هذه فقرات وعناوين فقرات ترند في دار السعادة لليوم، واللي راح نتكلم عنها بالتفصيل وبعد قليل، وبانتظار تفاعلاتكم ومقترحاتكم مشاهدينا حول المواضيع والترندات اللي حابين ان نسلط عليها الضوء عبر هاشتاغ استوديو الفجيرة من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بتلفزيون الفجيرة. وعودة لكم يا زينب وثامر. شكرا لك عبد الله، واكيد لنا عوده مره ثانيه معاك. والحين مشاهدينا راح ننتقل معاكم لنتعرف على ابرز محطاتنا لليوم اللي نبتديها معاكم في فقره دار السعاده. مشاهدينا دائما تتميز أكيد ثامر أكاديمية الفجيرة الفنون الجميلة بالقيام بالعديد من الأنشطة وأيضا الفعاليات اللي تميزها داخل إمارة الفجيرة بمشاركة العديد من الفئات وأفراد المجتمع أيضا. نعم صحيح، بالنسبة لنا نحن دائما نفرح بهذه الفعاليات اللي تعتبر من الفعاليات الفنية المميزة اللي دائما ما تخلي الناس يهتمون بالفن والأشياء الفنية. وهذا الشيء صراحة أنا دائما أقوله، يمكن قلت لك قبل هالمرة، أن الفن هو مرآة ثقافة الشعوب، وتشهد إمارة الفجيرة خلال الأسبوع القادم ملتقى الفجيرة الدولي للعود، وذلك تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الله يحفظه. وهذا الشيء مستغرب عليه، دائما ما يدعم الأشياء الجميلة هذه. بالفعل ثامر، أكيد مشاهدينا راح نتعرف أكثر على هذا الملتقى. معنا عبر الهاتف سعادة علي عبيد لحفيتي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، عشان يخبرنا تفاصيل أكثر عن هذا الملتقى. مساك الله بالخير سعادتك. مساء الخير، يا مرحبا على وسهلا. مرحبا بك، العفو، نورتنا. يعني استاذ، بدايه خلينا نتحدث عن ملتقى الفجيرة الدولي للعود بنسخته الثانيه. نعم، في البدايه طبعا تنظم اكاديميه الفجيرة الفنون الجميله ملتقى الفجيرة الدولي للعود بنسخته الثانيه تحت رعايه كريمه من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة الفنون الجميلة. طبعا هذه النسخة صراحة مختلفة اختلاف كلي عن النسخة اللي طافت اللي كانت في 2019. النسخة هذه طبعا راح في البداية ولأول مرة خارج المملكة المغربية جائزة زرياب تستضيفها إمارة الفجيرة، وهذا طبعا جائزة زرياب هي جائزة عمرها 28 سنة
راح نستضيفه ان شاء الله في هذا الملتقى. بالاضافه الى ان راح ننظم اوبريت في اليوم الاول بعنوان رحله زرياب، وهذا الاوبريت لاول مره ايضا يعرض في الوطن العربي بالاسلوب اللي راح يقدم فيه، اسلوب حي ومباشر. بما معناه انه راح يكون تكون في فرقه موسيقيه بالاضافه الى الممثلين بالاضافه الى المغنيين والممثلين، كله مباشر بدون ما يكون في اي شيء مسجل او اي صوت مسجل. يعني اداء العروض استاذ راح تكون بشكل مباشر امام الجمهور. مباشر. نعم، هذا الاسلوب هو اسلوب صعب جدا في البدايه. صحيح. اولا وثانيا نسبه الاخطاء فيه كبيره، فاحنا لهالسبب احنا اشتغلنا من تقريبا 3 أشهر على البروفات والامور هذه لنقلل الاخطاء اللي ممكن راح تحصل، لكن ولله الحمد تجاوزنا امور كثيره وتجاوزنا عقبات كثيره الحمد لله. ولله الحمد، واحنا مستعدين ان شاء الله في تاريخ 9/1 ان نقدم هذا الملتقى ونقدم هذا الاوبريت. جميل جدا، طبعا دائما تبهرونا باعمالكم المميزه سعادتك، لكن لو نسلط الضوء على الفنانين والفرق المشاركه في ملتقى الفجيره الدولي للعود، لو تقدر تخبرنا اكثر عن من مشارك وايضا الفرق المميزه اللي راح تكون موجوده. نعم، وحرصنا احنا على صراحه ان في اليوم الثاني والثالث انه يكونوا في عازفين لآلة العود، ومش العازفين بشكل نبقى عازفين بشكل احتراف. نعم. فراح نستقطب ان شاء الله اكبر شاء عازفين الله. على مستوى العالم في إمارة الفجيرة، لكل واحد يقدم موسيقته بطريقته الخاصة. فعندنا مشارك من الأردن، مشارك من تركيا، مش من العراق، من مصر، من سوريا، عندنا مشاركة واسعة دولية ولله الحمد، وكل راح يقدم من العراق أيضا، كلهم راح يقدموا الموسيقى موسيقى العود ولكن بطريقة مختلفة، بطريقة من خلالها راح تعرض هاي ثقافة البلد في إمارة الفجيرة. فاليوم إمارة الفجيرة ولله الحمد هي منبع وحاضنة صحيح لكل الثقافات اللي موجودة أكيد من مختلف البلدان. يعني سعادتك أيضا إن شاء الله الملتقى راح يكون لمدة 3 أيام، نبي نعرف أكثر عن تجهيزاتكم واستعداداتكم للعمل بما يخص الملتقى في نسخته الثانية. احنا ولله الحمد بدينا بروفاتنا من فترة طويلة، فاحنا مسوين جدول للخطوات اللي راح نقوم فيها إن شاء الله. الآن احنا في الخطوات الأخيرة من تجهيز، فطبعا انبنى مسرح وديكورات تخدم العمل، بالإضافة إلى أن استخدمنا بعض التقنيات المرئية اللي راح تخدم أيضا العمل، استخدمنا أفضل التقنيات اللي ممكن تقلل مثل ما ذكرت في البداية نسبة الأخطاء، وما تكون في مثلا حتى على مستوى الساوند سيستم لابد أن يكون بكواليتي معين أساس أنه ما يصير تقطيع للصوت، لان هذا مباشر ما في شيء مسجل. صحيح. فهذه كلها التقنيات حرصنا كل الحرص صراحه على ان احنا نقدر لابد ان تتوفر لاستخدامها في هذا الاوبريت. ولله الحمد احنا الان يعني ممكن بعد تقريبا ربع ساعه راح نشتغل بروفا كامله، لان في البدايه اشتغلنا مع الفرقه الموسيقيه ما شاء الله، الان راح نشتغل مع الممثلين. الان بعد 5 دقائق او ربع ساعه راح نعمل عمل متكامل مع كل الاركان الاوبريت. مميز جدا، طبعا نحن على ثقه تامه انه راح يكون اوبريت مميز وايضا ملتقى مميز، لكن سعادتك نبي نعرف ايضا شو الاشياء المميزه غير الاشياء اللي ذكرتها، شو الاجنده اللي موجوده اللي راح تكون مختلفه لهذه السنه؟ طبعا هو الاوبريت يمكن يكون الاختلاف الكلي عن اللي سويناه في 2019، لكن اعتقد ان ايضا استقطبنا بعض صناع العود من الوطن العربي. الاعواد تختلف من بلد لبلد، تختلف مقاساتها وتختلف اشكالها وانواع الخشب وغيره، ايضا راح يكون هذا نوع من التعرف على الاعواد الموجوده على مستوى الوطن العربي. بالإضافة إلى أن السنة هذه كل فنان راح يقدم بطريقته الخاصة. السنة في 2019 قدمنا مجموعة، قدمنا عمل أوركسترالي، لكن هاي السنة راح نقدم من غير الأوبريت، راح نقدم كل فنان يقدم عمله بطريقته الخاصة. فهذا أيضا نوع من أنه
يعني طرح الثقافة المختلفة بطريقة صحيحة وبطريقة تكون علمية أكثر من صاحب الشأن نفسه هو اللي جاي من هذا البلد. فأنا أعتقد اليوم طريقة طرح هذه المحتوى بطريقة مميزة. جميل. يعني في البداية راح تعرضون شيء بشكل جماعي أو أيضا مع الفرق، وبعدها راح يكون بشكل فردي نفس ما ذكرت سعادتك، ليمثل كل شخص ثقافته وأيضا دولته. يعني سعادتك أنتم دائما تستضيفون مثل هذه الملتقيات، ومش غريب على أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في إمارة الفجيرة استضافة مثل هذه الفعاليات الفنية والثقافية داخل الإمارة. ماذا يضيف استقبالكم لمثل هذه الملتقيات الثقافية والفنية في أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة؟ طبعا ما في شك اليوم احنا من خلال تنظيم هذه الملتقيات واستقبال هذين الفنانين على مستوى العالم، صراحة أولا مثل ما ذكرت في البداية أن إمارة الفجيرة هي إمارة حاضنة لهذه الثقافات الفنية كلها. ثانيا جعل إمارة الفجيرة مركز عالمي فني ثقافي، يعني نعطي فرصة أيضا لكل من له هذه الهواية أو كاحتراف أيضا أن يزور إمارة الفجيرة ليطلع على هذه الملتقيات وليحضر هذه الملتقيات ويتعرف كثير عن إمارة الفجيرة. فاليوم إحنا إمارة الفجيرة ولله الحمد يعني من خلال صراحة كل الفعاليات اللي تقيمها وتنظمها الأكاديمية على مستوى إن كان محلي أو دولي فهو لنشر صراحة الثقافة الفنية الحادثة. وهذه توجيهات سيد سمو الشيخ محمد الله يحفظه ويبارك فيه. آمين. إن اليوم لابد إن إحنا ننشر الثقافة الفنية الهادفة لمجتمعنا، وأيضا مثل ما تفضلتوا في البداية إن قلتوا الفن هو مرآة المجتمع. صحيح. فاليوم إحنا نتكلم عن إمارة الفجيرة ومجتمع دولة الإمارات للخارج. صحيح. فلابد إن إحنا لابد إننا نقدم بطريقة علمية أكاديمية هادفة تعكس من هو الشخص الإماراتي ومن هو الفرد الإماراتي. رسالة صحيح. جدا جميلة صراحة. فعليا أكيد ثامر، وتعكس أكيد سعادتك مثل ما ذكرت الفنون والثقافات من مختلف المدن والبلدان أيضا من مختلف دول العالم. أتمنى لكم أكيد التوفيق في هذا الملتقى الخاص بالعود في نسخته الثانية. شكرا لك سعادة علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، شكرا لك ويعطيك العافية. كل الشكر لك. شكرا لكم. الله يحفظك. الله يعطيك العافية. طبعا صراحة أنا لاحظت زينب أن الفعاليات في الفجيرة وخارج الفجيرة في الإمارات ما شاء الله كثيرة. صحيح. وصراحة الواحد بالنسبه له صار يحتار وين يروح. فانا لاحظت ان الشتاء عندنا مثل ما قالوا اجمل شتاء في العالم. الحمد لله. فشتاءنا في الامارات مختلف، شو رايك انت؟ طبعا اكيد فعاليات في كل المدن في كل المناطق في كل الامارات ما شاء الله اللي تجذب المواطنين والمقيمين وحتى الزوار ثامر اكيد من خارج الدوله. جميل جدا. طبعا نحن اكيد باجواءها الحماسيه وفعالياتها العالميه انعشت المهرجانات السياحيه الشتويه في دوله الامارات العربيه المتحده المواسم السياحيه، وهالشيء يرجع للتنظيم المتقن من قبل الجهات المختصه بكل مهرجان. بالفعل أجواء جميلة شهدتها هذه المهرجانات الشتوية اللي احتضنت العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية وبعد التراثية لكل أفراد المجتمع من الكبار وبعد الصغار. طبعا مشاهدينا نستعرض معاكم من خلال هذا التقرير أبرز المهرجانات الشتوية اللي احتضنتها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الشتاء هذا. خلونا نتابع. برزت منذ نوفمبر الماضي مجموعة من المهرجانات التي احتلت صدارة المشهد خلال موسم السياحة الشتوية في دولة الإمارات، وذلك عبر فعالياتها الفنية والرياضية والثقافية والتجارية العالمية المتنوعة على مدى أسابيع وأشهر عدة، والتي ساهمت في استقطاب أعداد غفيرة من الزائرين القادمين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. ومن أبرز هذه المهرجانات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة في أبوظبي، أكبر حدث تراثي وثقافي وترفيهي احتفالي يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي حقق منذ انطلاقته في نوفمبر الماضي حضورا لافتا من الزوار من المواطنين والمقيمين والسياح حول العالم الذين حرصوا على الحرص على زيارة أقسامه وساحاته لمشاهدة العروض وفرق الفنون الشعبية والفعاليات المختلفة.
كما استقطب مهرجان أم الإمارات في دورته الأكبر على الإطلاق ما يزيد على 266 ألف زائر استمتعوا بأجمل لحظات الترفيه العائلي والعروض الفنية والأنشطة الإبداعية والحفلات الحية من خلال 493 عرضا لكوكب من الفنانين العالميين، إضافة إلى جولات الكرنفالات النابضة بالحماس. وحول الحديث عن المهرجانات الشتوية، لابد أن نتطرق للحديث عن مهرجان ليوا الدولي، والذي تحول إلى مناسبة سنوية لمحبي رياضات السرعة والتحدي وعشاق البر، وأصبح علامة فارقة في كل موسم بما يحمله من بطولات عالمية ودولية ونشاطات ساهمت في اجتذاب المشاركين من كل العالم. حيث تضمن المهرجان الذي أقيم في ديسمبر الماضي سلسلة من البطولات الرياضية للسيارات والدراجات والمحركات، بالإضافة إلى البطولات التراثية المختلفة وأبرزها سباقات الخيل والهجن والصقور، إضافة إلى بطولة صعود تل مرعب للسيارات. وأيضا لابد أن نسلط الضوء على مهرجان دبي للتسوق، والذي لعب دورا حيويا في تعزيز المشهد الثقافي النابض بالحياة وإنعاش الأسواق وتحريك عجلة اقتصاد المدينة واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ودوره الكبير تنشيط السياحة الداخلية وتحسين أسلوب حياة سكان المدينة ودعم الشركات المحلية. ويقدم المهرجان الذي انطلقت فعالياته في ديسمبر الماضي والتي تستمر حتى يناير الجاري العديد من التخفيضات الضخمة لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية والعروض الترفيهية والجوائز القيمة، كما شكلت النسخة الأولى من مهرجان شيتانا في حتى التي أقيمت أيضا في ديسمبر الماضي فرصة للاستمتاع بأفضل التجارب خلال فصل الشتاء في منطقة حتى بدبي التي تنوع بين الوجهات المتميزة والفعاليات الثقافية إلى جانب الأنشطة الرياضية المختلفة والمطاعم الراقية. وشهدت النسخة الثالثة من مهرجان فعاليات الشارقة الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة حضور نحو 20,000 زائر الذين استمتعوا بالعروض الترفيهية التي قدمت على المسرح الخارجي وعرض الفنون القتالية والعلاج بالموسيقى. طبعا من الفعاليات المميزه اللي صارت عندنا في الشتاء ايضا نروح لشيء جدا مميز واللي هي الرياضات. بالنسبه لي انا اشوف ان الرياضه من اهم الاشياء اللي ممكن الواحد يتخذها لنفسه، لان جسدك عليك حق بعد، لان فعلا. الواحد بالنسبه له يترك نفسه كذا بيكبر ويصير خلاص كل امره الله لا يسمح للموضوع هذا. فانت شو تشوفين، الرياضه مهمه ولا مش مهمه؟ اكيد مهمه. بالتالي ثامر دائما عندنا العديد من الانشطه والفعاليات الرياضيه، وبالتحديد في اماره الفجيره ونادي الفجيره للفنون القتاليه كيف يهتم برياضات الدفاع عن النفس بالتحديد. نعم صحيح، وطبعا احنا بنتكلم عن هالموضوع هذا بشكل اكبر بحكم ان اتحاد الامارات نظم اتحاد الامارات تيكوندو تجمع رياضيا وورشة تدريبية جمعت الأندية المحلية برياضة التايكوندو في دولة الإمارات العربية المتحدة مع مدربينهم. بالفعل ثامر، وأيضا استضاف نادي الفجيرة للفنون القتالية هذه الورشة وهذا الملتقى اللي تأتي ضمن خطة الاتحاد لرفع الجاهزية البدنية والفنية للمنتخبات الوطنية. نعم صحيح، عشان نتعرف بشكل أكبر عن تفاصيل هذا التجمع مع ضيفنا عبر الهاتف الكابتن تامر صلاح مدرب منتخب الإمارات للتايكوندو. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. مساء النور يا فندم على حضراتكم، وشكرا جزيلا على الاستضافه الكريمه، ونشكر قناه الفجيره وطاقم العمل جميعا يا رب. كل الشكر لك على تواجدك معنا، لكن نبي نعرف بشكل اكبر عن هالتجمع الرياضي اللي اقامه اتحاد الامارات للتايكوندو واستضافه نادي الفجيره للفنون القتاليه مع مدربي انديه التايكوندو في دوله الامارات العربيه المتحده. خبرنا عن هالتجمع الجميل وشو الاشياء اللي بتشوفونها فيه ان شاء الله. والله هو تجمع منتخب الامارات تايكوندو ده المره الثانيه على التوالي خلال اسبوعين، ما شاء الله يضم اكثر من 120 لاعب ولاعبه في جميع الفئات العمريه. نعم. كان من اهداف التجمع الثبات على الفرقه المشاركه في البطوله العربيه كاس العرب وبطوله الفجيره الدوليه في اماره الفجيره ان شاء الله كالعاده يعني زي كل سنه. وكان تحت اشراف سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيود رئيس الاتحاد. نعم. وكان من أهدافه تجمع جميع المدربين خلال التجمع البعيدين، كل لاعب مع مدرب بتاعه ليتكاتف الجميع للظهور بشكل جيد
وظهور دولة الإمارات بشكل جيد خلال البطولة بإذن الله إن شاء الله. يعني أكيد أيضا كابتن حابين نتعرف على المواضيع وأيضا الأمور اللي راح يتم مناقشتها خلال هذا التجمع، خاصة أن شهد ورشة أيضا تدريبية تضمنت العديد من مدربي الأندية وأيضا المنتخبات معكم المتواجدين في هذا الملتقى. فعلا يا فندم، هو اجتمع سعادة الرئيس الدكتور أحمد حمدان الزيود رئيس الاتحاد وسعادة الأمين العام عبد الله السماحي بجميع مدربين الدولة. نعم. نكمل أهم النقاط البارزة خلال الاجتماع، تكاتف الجميع، تكاتف جميع أندية الدولة وإبراز أفضل العناصر لدينا. نعم. للمشاركة خلال البطولة اللي طبعا على أرض الدولة، ومحتاجين إن احنا يكون شكلنا طبعا كويس، نتائج كويسة هكذا. فكان دي من أهم النقاط، وسعادته شكر جميع رؤساء الأندية والمديرين الفنيين الأندية وإداريين الأندية، وكان يعني صراحة اجتماع ادى حماس عالي جدا للجميع ان الجميع يتكاتف للمشاركه ان شاء الله باذن الله في الامارات خلال البطوله باذن الله الكريم. طبعا لازم نعرف شو خطه اتحاد الامارات للتايكوندو لرفع الجاهزيه البلدينيه والفنيه للمنتخب استعدادا للمشاركات والاستحقاقات القادمه على المستوى الاقليمي والدولي، كيف تحضرون نفسكم لهذه البطولات؟ بالضبط يا فندم، وتم تقديم مقترح لسعاده الرئيس احمد حمدان الزيودي، وكان المقترح استقبل يعني استقبله حضرته ان هو وافق عليه على طول، ان احنا نجمع جميع اللاعبين، ودي اول مره تحصل لاتحاد التايكوندو ان احنا نجمع 120 لاعب من جميع انحاء الدوله. فطبعا دي كانت بالنسبه لنا طبعا طاقه شويه، عدد اللاعبين هكذا كان بيتجمعوا بس في المعسكرات الداخليه او الخارجيه. نعم. فدي كانت تحفه بصراحه لرئيس الاتحاد ان هو وافق عليها، وكان اثبتت كمان ثبات كويس جدا للاعبين ان هم نفسيا على الاقل هيشاركوا باسم منتخب الامارات، لان كمان عندنا لعيبه جديده هتشارك واول مره يكونوا متواجدين في معسكر هكذا. بالنسبه للاهداف الفنيه، هو تبادل الخبرات كان اهم حاجه بالنسبه لنا، لان في لاعبين ما شاء الله عندنا ابطال عرب وابطال افريقيا، سوري ابطال عرب وابطال دوليين، وان شاء الله احنا دلوقتي بنجهز لبطوله اسيا وهكذا. فكان بالنسبه لنا الهدف الاساسي ان هو نقل الخبرات ما بين اللاعبين. جميل، رائع جدا. يعني ما شاء الله كابتن، نفس ما ذكرت تركزون على العديد من المهارات والنواحي سواء الجسدية النفسية وأيضا المعنوية الخاصة باللاعبين وأيضا المشاركين. لو نتحدث على أي مدى بالفعل قد تؤكد استضافة نادي الفجيرة للفنون القتالية لمثل هذه التجمعات ومثل هذا الملتقى إلى دور النادي في تطوير وتنمية مهارات اللاعبين بما يخص رياضة التايكوندو؟ والله يا فندم، دائما نادي الفجيرة داعم أساسي للمنتخبات الوطنية والتجمعات الرياضية، بيوفر جميع متطلبات اللاعبين خلال التجمع. وطبعا انا استغل الفرصه ديت ان انا اشكر مدير النادي السيد نادر ابو شاويش والطاقم الفني والاداري بالنادي على استضافه هذا التجمعات، لان التجمعات دي بتبقى كبيره جدا، 120 لاعب او 130 لاعب، يعني بتبقى برده كبيره على النادي، لكن هم كانوا الصراحه يعني مسؤولين عن هذا التجمع، وانا اشكرهم جدا على الاستضافه الكريمه دي. تستاهلون طبعا، ونتمنى لكم كل التوفيق الكابتن تامر صلاح مدرب منتخب الامارات للتايكوندو على هذه المشاركه وهالمعلومات المميزه. شكرا لك كابتن. شكرا لحضراتكم. يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. الله يعطيك العافيه. بالفعل اكيد مشاهدينا الانشطه والفعاليات اللي دائما يستضيفها نادي الفجيره للفنون القتاليه تامر يعني غنيه عن التعريف، ما شاء الله يركزون على العديد من المجالات، العديد من الشباب، الناشئين، الناس بالفعل اللي تحب رياضات الدفاع عن النفس واللي تحب تشارك في مثل هذه التجمعات الرياضيه. نعم صحيح، طبعا دائما ما يكونون سباقين في الموضوع هذا، بحكم انه صراحه الواحد ينشغل في رياضه مثل هذه الرياضه ممكن صحيح. اول شيء صحه للجسد، ثانيا ايضا دفاع عن النفس، ثالثا تشغله عن اشياء ممكن ثانيه ما تفيده بشكل الكبير، وغير كذا ممكن مع الايام يكون بطل من ابطال العالم ويجيب ذهب للامارات. فعلا نعم. وما شاء الله الجميل في نادي الفجيرة للفنون القتاليه ثامر دائما يركزون على مختلف الفئات العمريه، يعني نعم. ما شاء الله عندهم اطفال، عندهم البالغين، المراهقين اللي يشاركون دائما معاهم في المسابقات، في الانشطه الرياضيه، المخيمات اللي دائما يسووها، المعسكرات ايضا الرياضيه بما يخص مختلف الرياضات، وبتواجد العديد من المدربين ايضا المحترفين ما شاء الله اللي دائما يشجعون الشباب الأطفال إنهم يشاركون في مثل هذه الفعاليات والأنشطة الرياضية اللي تعود عليهم بالعديد من المهارات النفسية الصحية وأيضا البدنية. نعم، هذا العشاء فيهم صراحة يا زينب، ودائما احنا نسعد في الأمور هاي.
فعلا ثامر، أكيد المجال الرياضي والأنشطة الرياضية جدا مهمة. وننتقل إلى أكيد موضوع آخر، الأنشطة الثقافية والاجتماعية وبالتحديد حفظ القرآن. أكيد جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية تنظم جائزة للقرآن الكريم. نعم صحيح هي زينب، فالجمعية دائما سبقة في هذه الجوانب وتعتبر هذه الدورة السادسة لهذه الجائزة نظرا للنجاح الذي حققته في الدورات السابقة. بالفعل لتشجيع الأفراد على حفظ القرآن الكريم. خلينا أكيد نتعرف أكثر على هذا الموضوع وعلى هذه الجائزة بالتحديد. معنا عبر الهاتف سعادة منى صقر المطروشي، مدير عام جمعية عيمان للتنمية الاجتماعية والثقافية. مساك الله بالخير سعادتك. مساكم الله بالنور والعافية أختي زينب وأخوي ثامر. الله يعافيك. يا حياكم الله. الله يحييك. يعني أستاذة منى، بداية لو نتحدث عن جائزة القرآن الكريم اللي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية. جائزة جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية اللي هي خاصة بالقرآن الكريم من الأنشطة الأساسية اللي اعتمدت الجمعية من عام 2018. السنة عندنا الدورة السادسة. نحرص كثر ما نقدر على تحفيز الطلاب وذويهم على حفظ كتاب الله. كل ما يالنا نتوسع في الجائزة أكثر، ندخل فئات أكثر إلين السنة ما شاء الله الدورة السادسة. حدث بعض التغييرات، أن كنا نعتمد على مراكز تحفيظ القرآن في الإمارة، عندنا كذا مركز، حاليا دخلناها على مستوى المدارس مستوى الإمارة اللي هم الدارس الخاصة والحكومية. إضافة إلى هذا الشيء والشيء الجميل، أن دخلنا فئة السيدات. أساسا في السابق كنا معتمدين على مراكز تحفيظ القرآن، لكن الحين وصلنا إلى كافة فئات المجتمع، ما بس اللي في مراكز التحفيظ. اليوم عندنا وايد ناس ما يروحون المراكز لكنهم مهتمين وحريصين على أنهم هم يحفظون كتاب الله. جميل جدا. طبعا سعادتك لازم نعرف بعد بشكل اكثر، انتم هذا الهدف الراقي اللي انتم محددينه، كيف قدرتوا تشجعون الناس على حفظ القران وكيف شفتوا تفاعل الناس معاكم؟ اليوم اخوي نحن عندنا في مقر الجمعيه مركز سيف ابراهيم النعيمي لتحفيظ القران. هذا اساسا البرنامج يومي وثابت في مسائي، نشاط مسائي في الجمعيه، فابتديناها على طلاب مركزنا وبعد ذلك توسعنا في الجائزه نفسها وقررنا ان ندخل ونعطي فرصه لجميع المراكز الموجوده على مستوى الاماره من باب التحفيز، من باب أن اليوم يعني الطلاب بشكل عام يعني ما يحصلون هاي الفرص في تحفيظ القرآن الكريم. لكن لما تحفزهم تعطيهم جوائز يتحمسون. نحن نتعمد طبعا أن نسوي على الأقل حفل تكريم، التكريم ده وحفل تكريم الجائزة متزامن مع شهر رمضان الكريم، يعني نسوي لهم ليلة رمضانية جميلة ونحضر في هاي الليلة، ندعو أحد مشايخ ضيوف الدولة اللي هم منظمهم عندنا برنامج رمضان عجمان تقوى وإيمان. فنحن نتعمد أن أحد المشايخ من المشاهير في قراءة القرآن الكريم أن يكون حاضر التكريم مالهم، يحفزهم. ما تتخيلون الفرحة والتصوير والتزكية اللي تي يعني حزتها من ولي الأمر أو من الطلاب نفسهم، أنهم فعلا تكون هناك فرحة جميلة نحن نشاهدها من خلال هذا الحفل. نعم. فعلا لتكريم أكيد ودعم وتحفيز أبنائهم من خلال أكيد الجوائز. بتكلم عن الجائزة، الجائزة فيها فئات اللي هي فئة الذكور والإناث، فئة السيدات وفئة أصحاب الهمم. إذا قلت أن نحن طبعا حاليا فاتحين باب التسجيل، بتكلم طبعا عن الدورة السابقة لأن مرصود فيها الأرقام، بلغ عدد المشاركين في الدورة السابقة 179 مشارك من فئات الجائزة اللي هي 20 جزء و10 أجزاء و5 أجزاء، 3 أجزاء وجزء عامة. وفئة أصحاب الهمم تأهل منهم التصفيات الأولى 145 والتصفيات النهائية 45، مقبلين على الدورة السادسة اللي هي حاليا الحين نفس الأفرع اللي هي 5 فروع كامل يعني الفئات. 20 جزء، 10 أجزاء، 5 أجزاء، 3 أجزاء، ويكون في تكريم خاص في هذا اليوم لخاتمين القرآن الكريم في مركزنا، مركز الجمعية، مركز سيف إبراهيم النعيمي لتحفيظ القرآن. جميل ما شاء الله. يعني نفس ما ذكرتي أستاذة منى، هناك العديد من الفئات اللي راح تكون متواجدة في هذه الجائزة. لو نتحدث عن طريقة التسجيل وشروط التسجيل لهذه المسابقة.
طبعا هي تخص مثل ما قلنا الفئات كلها ذكور وإناث. عندنا فئة الذكور من طلاب المدرسة من سن 5 سنوات، لأن مثل ما قلت لكم 5 و6 و7 سنين اللي هم ممكن يدخلون في جزء عام. فئة وبعدين تتوسع الجائزة أكثر على 3 أجزاء و5 أجزاء و10 أجزاء و20 جزء. عندنا أصحاب الهمم اللي هم الأجزاء البسيطة، يعني جزء عام، بعض يعني محددين لهم بعض الصور اللي لازم أنهم يجتازون هذا الامتحان أنهم يكونوا حافظينه. جميل من باب جدا. وبعدين أصحاب همم عندكم جميع الفئات العمرية، سيدات، رجال، ذكور، إناث، أصغار، كبار، يعني هاي هي اللي فيها. إضافة إلى هالشيء اللي هم السيدات اللي قلت لكم ربات المنازل، وعندهم أي فئة ممكن أنهم هم يدخلون فيها ويجتازونها. وبعدين ما شاء الله في منهم فازوا على مستوى الدولة في جائزة الشيخ محمد والراشد ما شاء الله، اللي هم من مركزنا، من مركز سيف إبراهيم النعيمي تحفظ القرآن. جميل جدا. طبعا أنت ذكرتي أن سنة هاي مختلفة وضميته أيضا المدارس، لكن في أشياء ثانية ممكن تميز هذه الدورة عن الدورات السابقة؟ اللي يميزها قلت لك أن هي حاليا لجميع أفراد المجتمع قدرنا نوصل بفضل من الله اليوم نحن كجمعية لجميع فئات المجتمع، العوائل الموجودة عندنا في إيمان كلهم على معرفة يعني بأنشط الجمعية الحمد لله بفضل من الله، ودائما يحرصون أنهم يسجلون عيالهم أو هم في جميع الدورات والورش والجوائز اللي تقوم بالجمعية جميع الأنشطة المختلفة. فدورتنا السنة مختلفة مثل ما قلت لكم أن الحمد لله ما معتمدة فقط على مراكز تحفيظ القرآن، بل معتمدة على المراكز وعلى المدارس وعلى الفئات المختلفة اللي هي أساسا ما تنتمي لأي مركز من مراكز تحفيظ القرآن. يعني رائع جدا، شاكري لكم أكيد هذه الجهود أستاذة منى بمشاركة العديد من الفئات اللي سمحتوا لهم أن يشاركون في مثل هذه الجوائز وهذه أكيد الفعاليات والأمور الخاصة بالثقافية وأيضا الاجتماعية. كل الشكر للسعادة منى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، شكرا لك، يعطيك العافية. العفو، الله يعافيكم. يعطيك العافية. الله يسلمك. مشاهدينا أكيد مكملين معاكم فقراتنا ومواضيعنا المختلفة، لكن بعد الفاصل انتظرونا. مرحبا بكم مشاهدينا مرة ثانية، وأكيد مكملين معاكم فقراتنا المميزة باستوديو الفجيرة، والحين بنروح لفقرة مميزة أخرى وهي فقرة حديث الفجيرة. لا تزال إمارة الفجيرة تواصل نجاحاتها الكبيرة في تنظيم أبرز وأهم البطولات الرياضية. عشاق رياضة التنس تحديدا على موعد مع واحدة من أهم البطولات اللي تنظم في إمارة الفجيرة بشكل سنوي. نعم يا زينب، حيث بدأت اليوم فعاليات التسجيل في بطولة الفجيرة الدولية التنس الشباب في نسختها 14، على أن تنطلق الأدوار التمهيدية غدا وتبدأ منافسات الأدوار الرئيسية يوم الاثنين المقبل. ويشارك في هذه البطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس ويستضيفها نادي الفجيرة للتنس عددا من اللاعبين الدوليين المميزين. بالفعل ثامر، أكيد تفاصيل أكثر رح نتعرف على هذه البطولة مع ضيفنا في فقرة حديث الفجيرة الكابتن ميثم محمد حسين السكرتير الفني لاتحاد الإمارات للتنس. مساك الله بالخير يا كابتن. مساء الخير، حياكم الله. الله يحييك، نورتنا. الله، شكرا. كابتن، بداية بطولة الفجيرة الدولية للتنس للشباب اللي إن شاء الله رح تقام في إمارة الفجيرة، بدأتم وفتحتم التسجيل اليوم، باكر رح تكون الدورة التمهيدية ويوم الاثنين المقبل إن شاء الله راح تبدأ المنافسات بشكل رسمي، لو نتحدث بتفاصيل أكثر عن هذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الاستضافة. العفو. النسخة هاي نسخة 14، هي البطولة الأكبر في الفجيرة حاليا، وثالث أكبر بطولة على مستوى الإمارات. البطولة هاي التسجيل بصراحة كان شوية أعداد فاقت التوقعات ما شاء الله، لأن أكو بطولات أكبر منها على مستوى العالم في بلداننا قريبة أيضا من عندنا، لكن إحنا اليوم كان نتوقع أن يوصل عدد اللاعبين المسجلين 114 لاعب من 120، يعني أكثر من 120 ما نقدر، لأن عندنا 6 بنات أقل مسجلات. بالنسبة للأولاد حوالي 10 لاعبين للأسف رفضنا تسجيلهم لأن العدد كان اكتمل العدد.
التسجيل كان يعني فوق التوقعات. انا عندي اكثر من 30 لاعب اوريدي ايضا يعني في الانتظار، كانوا يعني ذولا استبعدوا نهائيا، فكانت الاعداد جدا جدا مميزه. المستوى الفني للاعبين المشاركين من افضل اللاعبين الشباب اللي نتامل لهم يكونوا مستقبل ان شاء الله كبير في العالم ان شاء الله باذن الله الكريم. طبعا نحن صراحه على الارقام اللي جالس تقولها نشوف ان من ممكن الواحد، خلينا نتكلم عن الجاهزيه وترتيبات الاتحاد وايضا نادي الفجيره للتنس، كيف انتم مستعدين لهذا الكم الهائل من اللاعبين اللي انت جالس تقول جالس ترفضون بعض اللعيبه ما شاء الله؟ والله احنا تقريبا على مدار السنه احنا مستمرين في التعاون مع اداره النادي وبالاخص سعاده عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس الاداره، اللي هو مشكور مدلل كل العقبات وكل الجهود، وإدارة النادي ما مقصرين أيضا. هاي النسخة شوية حتكون مميزة أكثر لأن فيها بعض الأمور اللي ما سويناها سابقا، حتكون فيها بعض الأمور الإعلانية أكثر عن إمارة الفجيرة، حتمنح للاعبين اللي مشاركين في البطولة. النادي بصراحة يعني يعني هو النادي كامل يعني مكتمل في حيث الملاعب، الامكانيات، اكو التطوير على مستوى البنيه التحتيه، خصوصا موضوع الاناره، الاناره تطورت بشكل كبير، الحين بسهوله نكمل مباريات في الليل. فدائما من نجي للفجيره بصراحه مثل ما يقولون نجيب بس اللابتوب ونجيب جهازنا ونقعد، الامور كلها طيبه والحمد لله والشكر النادي ما مقصرين، والتعاون بين اداره النادي وبين الاتحاد مستمر، لان مو بس بطولات دوليه عندنا، احنا عندنا هوايه بطولات وفعاليات محليه بديناها العام، وهالسنه حتكون فيها استمراريه اكبر يعني ان شاء الله. رائع. يعني كابتن لو نتحدث ايضا عن مشاركه المنتخب الوطني في هذه البطوله الخاصه ببطوله التنس للشباب. احنا مشاركين بثلاث لاعبين، خالد فريدوني ومروان المرزوقي وعبد الرحمن المرزوقي. ذول اللعيبه شباب تحت 18 سنه طبعا اكيد. هم مشاركين في هاي البطوله والبطولات القادمه ان شاء الله، وذول نواه للمنتخب. اللاعبين يلعبون في الدور التمهيدي، والحمد لله والشكر دخلوا الدور التمهيدي بدون تدخل الاتحاد، لان احنا بنظام التنس بطاقات الدعوه الوايلد كارد ما استخدمناها، هم دخلوا يعني الحمد لله والشكر. فبصراحه هاي البطولات تطورهم اكثر، لان احنا نتعامل وياهم كلاعبين ثانيين، يعني لازم هو يعتمد على روحه، مو بطوله محليه، هي بطوله دوليه، فتطبق عليه جميع الاجراءات الدوليه، تعطي خبره اكثر للاعبين، واهم شيء حينافس لعيبه من غير دول، من لعيبه ما متعود يلعب وياهم في البطولات المحليه، يكتسبون خبره كلش كبيره، خاصه احنا سنه 2024 اعتقد حتكون سنه المنتخبات الوطنيه، لان يعني عندنا بنفس اللحظه منتخب مشارك في البطوله الاسيويه في عمان تحت 14 سنه، وعندنا منتخب الشباب مشارك هنا، فالحمد لله. عندكم العديد من البطولات ما شاء الله كابتن. احنا محليا 480 بطوله، يعني فد رقم ما شاء الله، يعني ما احنا ما نستوعب. هذا كله داخل الدوله؟ هاي داخل الدوله. تمام. هالسنه طبعا عندنا بطولات دوليه اللي هي بطولات الشباب، اكو بطولات الكبار مثل مال المبادله ودبي مفتوحه وغيرها. لكن احنا هالسنه في طبقنا البرنامج مال جي تي اي مال الاتحاد الدولي، وايضا نادي الفجيره جزء من عنده، اللي هو برنامج اكتشاف المواهب من 3 سنين، بدا البرنامج ينطي ثماره. فاحنا لاول مره يعني من سنوات طويله، يعني من يمكن 2008 صار عندنا كانما منتخبين دا يشاركون، عدا منتخب الرجال اللي هو موجود وجاهز ما شاء الله. يعني عندنا منتخب الرجال جاهز، ومنتخب الشباب جاهز، ومنتخب الناشئين تحت 14 دا ايضا عنده بطوله خارجيه الحمد جميل. لله جميل جدا. طبعا انا ممكن اسالك عن ابرز اللعيبه المصنفين المشاركين في هذه البطوله اللي راح يحتكون ايضا مع اللاعبين المحليين. المصنف الاول رقم 240 على العالم ما شاء الله. طبعا احنا لا ننسى جي 60 البطوله الفئه الثانيه، خلينا نقول لان هن 5 فئات رئيسيه، فهي الفئه الثانيه جي 60 240 على العالم. الروماني تيمور بصراحه يعني البنات ليا من تايبي 280 ما شاء الله. يعني هاي العدد، هذا يعني مستوى اللاعبين بهيك مستوى هيك بطوله بصراحه جدا ممتاز. احنا عندنا تقريبا المين درو يوصل الالف، يعني بعد الالف يكونون اكوالي، فهذا فشي بالنسبه لتصنيف البطوله فشي جدا جدا مميز بصراحه. نتوقع البطوله تكون قويه، خاصه انه بطوله الاولاد مكتمله بالكامل، يعني بطوله البنات عندنا الكوالي ان شاء الله ايضا حيبدون
بكره، والمين دو حيكون كلهم يوم الاثنين غدا التمهيديه ان شاء الله. باكر الادوار التمهيديه، ما انا اسف نوبات يمكن شوي لغه انجليزيه اللي احنا متعودين عليها. متعودين على الاطروحات الانجليزيه. اسفين يعني. لا لا خلاص. فباكر ان شاء الله الادوار التمهيديه حتبدي ان شاء الله. وبالعاده احنا مثلا بطولات هاي الفئات الادوار التمهيديه تكون شويه اقل، بس احنا الحمد لله باكر حنبدي من الصبح لان الجدول مليان ما شاء الله. رائع يعني كابتن، ما شاء الله ذكرت ان المشاركين معاكم والمصنفين ايضا اللاعبين لاعبين ما شاء الله متميزين سواء على المستوى المحلي وايضا المستويات الاخرى. كابتن ما شاء الله هذه البطوله دائما تحقق العديد من النجاحات، الى يعني مثل هذه النجاحات الى ماذا تضيف اكيد لاتحاد الامارات للتنس نقول في الرزنامه الدوليه وايضا العالميه؟ والله هاي البطولات اللي انتم عارفين الاساس كعمل الاتحاد هو الشباب، يعني احنا نركز في اساس عملنا على الصغار والشباب اللي هم نجهزهم ونهيهم للمستقبل. الاتحاد الدولي يعني مهتم بهاي البطولات بشكل يعني مع العلم هم عندهم بطولات الكبيره وعندهم البطولات الجراند اسلام الكبرى وغيرها، بس هم مركزين على هاي البطولات. كمثال قبل يمكن اسبوع 10 ايام كان عندنا اجتماع معاهم، ففي موافقه مبدئيه من عندهم، بس ان شاء الله اقعد مع النادي. احتمال هاي البطوله حتكون اكبر بطوله جي 200، تكون اكبر بطوله في المنطقه. ما شاء الله. هذا خبر حصري؟ هذا خبر حصري. الاتحاد مرحب وان شاء الله تكون هنا، انا بس باقي سفر سعاده عبد الغفور بس ان شاء الله يرجع. حنقعد وياه نرتب بعض الامور نخلي اللمسات الاخيره. الاتحاد الدولي يريدون ينظمون الجدول، ليش يعني هاي البطوله يريدون ينقلوها الى نوفمبر، يعني البطوله كانما حتعاد هاي السنه مرتين. جميل. بنوفمبر وحتكون واحده في دبي جي 100 لسبب انه حيربطوها مع بطوله استراليا مفتوحة. المفتوحه للتنس للناشئين اللي هي تقام مع البطوله الرئيسيه. نعم. لان اللاعبين اللي يلعبون بهاي البطوله حياخذون نقاط يأهلهم للبطولة المشاركة. فهم اقترحوا علينا انه نغير التاريخ، احنا اقترحنا عليهم انه نرفع الليفل، يعني احنا عندنا جي 100 حاليا اسمها جي 100 البطولة، هاي حتكون جي 200. جي 200 مع استضافة للاعبين الشباب حتكون ان شاء الله واحدة من اهم البطولات على مستوى المنطقة. يمكن هالسنة بس بقونا دولة واحدة مو عربية لها، لكن نطمح ان شاء الله نكون مميزين. يعني في ايضا فتشي يعني مثلا اليوم انا انتبهت له. نعم. في دوله اوروبيه منظمه بطوله حاليا معانا، هم عندهم عدد اللاعبين اللي مشاركين اقل من اللاعبين اللي موجودين في الفجيره. نفس البطوله نفس المستوى نفس التصنيف جي 60. الحمد لله والشكر احنا بالفجيره. العدد اكبر. عدد اكبر، مع العلم هم دوله متقدمه جدا في التنس. نعم. ومن تشوف الجدول مالهم 90% من لاعبتهم، لان هم البلد يمكن عندهم الاف اللاعبين ما شاء الله، لكن الحمد لله والشكر العدد حتى والله اليوم من شفنا الجدول اللي في لاعب انسحبت من ذيك البطوله وجت عندنا ما شاء الله. ف تشيك على الجدول استغربنا يعني انه احنا متفاجئين كمنظمين ما شاء الله على الاقبال هذا اللي يصير. الحمد لله. وتعرف الحمد لله والشكر وضع البلد الامان تنقل السهوله في كل شيء يعني صحيح. يخلي اللاعبين كل هاي موجوده، احنا ما بدنا نفكر انه يجون بس يلعبون، لا يجي يعني نحاول قدر ما يحصل كل شيء متوفر، ملاعب التدريبات الامكانيات الثانيه مثلا في النادي، ممكن حتى العام انطونا استخدام المرافق الاخرى للنادي مثل صاله الجيمنازيوم المسبح لهذا. نعم. هاي مو موجود يعني بغير اماكن يعني كل شيء محسوب. احنا انا الحمد لله وشكر الحمد لله. خير البلد والبلد فيه خير وهذا، فنحاول قدر الامكان نساعدهم، لذلك الاقبال عندهم علينا يكون بشكل كلش كبير وقاعد يزيد اكيد. نعم. اكيد يعني اليوم 114 لاعب من 120 على مستوى جي 60 بصراحه جدا جدا فرحانين يعني سعداء بها يعني. والله نحن فرحانين ايضا في هذه الاستضافات المميزه. نحن كنا نتكلم مع زينب من شوي عن ان الامارات تستضيف الكثير من الفعاليات صحيح. في الشتاء، فهذا يثبت ان الامارات يعني مثل ما تقول مكان يجمع الكل، مكان يقصده الكل، بحكم ان غير البطولات ممكن يعتبرونه كبطوله، وايضا كانهم يشوفون الامارات وجمال الامارات وامان الامارات واستعداد الامارات لاستضافه هذه البطولات الكبيره. والله اعتقد احنا محظوظين بهذا الشيء يعني يمكن
سبب هاي الامور اللي حضرتك ذكرتها هي اللي تدفع شويه اللاعبين يجون. يعني انا اليوم لفت نظري واللاعب مو محلي، يعني لاعب من المكسيك ما شاء الله جاي من المكسيك، وعندك لاعب ايضا مو محلي من سنغافوره، مسافات يعني عكس الدنيا موجودين. عندنا مثلا عندنا لعيبه من اليابان، عندنا لعيبه من الولايات المتحده مقيمين، لا ذولا جايين من خارج الدوله للمشاركة. للمشاركه بالضبط، لان احنا عندنا 3 أسابيع في بطولتين في دبي ان شاء الله، فهي جتي مستمره. فانت من تشوف من سنغافوره يجيك ويجيك واحد من المكسيك يلتقون هنا في الفجيرة، بصراحة يعني شيء يسعدنا احنا كمنظمين وكاتحاد يعني. أكيد وشيء نفتخر فيه. يعني كابتن لو نتحدث برأيك، ما الذي جعل بالفعل إمارة الفجيرة نقول منطقة جاذبة لعمل مثل هذه البطولات الرياضية بهذا الشكل المستمر؟ والله الدرجة الأساسية البنية التحتية أولا، يعني النادي متوفر فيه كل شيء، الإمارة الحمد لله مليانة في الفنادق المميزة لاستضافة هاي الفعاليات. فإحنا عندك الشيء الرئيسيين موجودين، البنية التحتية الفندق موجود، العامل البشري أيضا موجود هنا، فهاي الأمور كلها متوفرة في الفجيرة. يعني صراحة ما يعني الاستعدادات وهذا ما ناقصها أي شيء، فينطي نوع من الجذب أكثر للواعب يحضرون، خصوصا يعني مثلا اللي يسمع دبي، دبي دائما من يسمع الفجيرة يجي، يعني يجي مرة اثنين. يعني احنا حتى ذاك اليوم مثلا مزحة مع الفندق انه في هواي قاموا يجون من اللاعبين مو بالبطولة، يعني ما مو بطولة جايين، جايين زيارة، فقلنا لهم سوي يعني كمزحة جبنا لكم شغل وهذا، فهم ايضا فرحانين. يعني في لعيبة اجازتهم لان يتواصلون ويا الاتحاد وعلى تنظيم فعالياتهم، جو من دولهم جو للفجيرة يعني تحديدا الأجواء. هاي الأجواء بقوا بالفجيرة قبل رأس السنة يعني ما شاء الله، وما مشاركين في البطولة، يعني ما مشاركين بهاي البطولة يعني هم جوي، فبس تواصلوا ويا الاتحاد وعلى بعض البرامج والشغلات ورجعوا يعني، فشي طيب بصراحه يعني كل شيء يسعدنا والله. اكيد طبعا احنا بعد اسعد بحكم ان الفجيره دائما جاذبه، فممكن الشخص يجيها مره وخلاص يدمن انه يجيها اكثر من مره بحكم انها من الامارات الجميله اللي تتميز بجوها وجبالها وايضا المناطق السياحيه اللي موجوده فيها. ممكن بعد ننتقل لشيء ثاني اللي هو البطولات اللي تقيمها او يقيمها نادي الفجيره للتنس بانها تساعد على تاهيل اللعيبه وصقل مهاراتهم، وكيف ايضا تسقل مهارات اللعيبه اللي ممكن ينتج عنهم انه يكونوا مشاركين معاكم في الاتحاد. احنا نعتقد انه المنطقه هاي مثل ما نقول احنا منطقه ولاده فيها لعيبه وفيها امكانيات، فبما انه النادي عنده امكانيات وعنده بنيه تحتيه، بصراحه احنا معولين على الفجيره انه ترفد المنتخبات الوطنيه. يمكن اكيد حضرتكم عارفين في القدم ما شاء الله، يعني يمكن ابرز لعيبه فرق اللي في دبي وابو ظبي ومن الفجيره ومن هاي المنطقه تحديدا، حتى حراس المرمى، حتى حراس المرمى ماجد ناصر علي الصيف وغيره، ف يعني واحد في شباب الاهلي واحد في الجزيره وما شاء الله. فاحنا هذا الشيء معتقدين به، بدينا كخطوه اولى انه انضمينا البرنامج الى انضمينا النادي الى برنامج الاتحاد الدولي لاكتشاف المواهب. أمس تحديدا قبل ما أجي بالضبط كان عندي اجتماع مع المسؤول على تطوير منطقة غرب آسيا، في زيارة ميدانية حتكون يمكن بداية شهر 3، أيضا خبر حصري ممكن نعتبره يعني ثاني خبر ثاني خبر حصري، حيجي يزور الفجيرة شخصيا، لأن اللي يطلع هو حيجي يشوف الأمور كيف. في إمكانية أنه نقيم دورات تدريبية أيضا هنا، دورات تطوير للمدربين المحليين اللي موجودين، لأن هو الفجيرة أحد المراكز الثلاثة اللي موجودة في الإمارات ضمن هذا البرنامج. فإن شاء الله يعني خصوصا بزيارته هو ممكن مطلع شهر مارس إن شاء الله حيكون موجود، يلتقي أيضا مع هنا الأخوان في النادي، رتب برنامج وصيغة جديدة، لأن التطوير مو فقط للاعبين، في تطوير للمدربين. في شغله احنا نطمح لها دائما في اتحاد التنس، مشاركه اولياء الامور او اهالي اللاعبين. نعم. يعني اليوم مو بس اللاعب يجي، اللاعب ممكن يجي على مستوى التنافسي يلعب يتمرن يدخل بطولات، بس ماكو مانع انه الاب الام الاخت يجون كلعبه مجتمعيه، هي
الرياضة جميلة جدا، الرياضة شوية فيها يعني مجهود أكيد يعني مو رياضة سهلة يعني، لكن هي رياضة منتشرة بشكل يمكن تعتبر الثالث رابع اللعبة على مستوى العالم. نعم. لها جمهورها لها ناسها، فإحنا اللي نتأمل أنه الفجيرة حتكون إن شاء الله مركز شاء الله. لتطوير دولي. المدربين أيضا. جميل. تطوير المواهب، إدخال التنس إلى المدارس، هاي من ضمن البرنامج اللي إحنا شغالين إن شاء الله عليه، ونتأمل في 2024 هاي الأمور كلها تتحقق على أرض الواقع إن شاء الله. إن شاء الله، يعني مجهود كبير أكيد ورائع من اتحاد الإمارات للتنس، ونتمنى لكم كل التوفيق أكيد في المنافسات يوم الاثنين. والله بصراحة إن شاء الله كابتن، بصراحة هذا المجهود لولا الدعم اللي موجود من إدارة النادي من سعادة الأستاذ عبد الغفور، ولولا الدعم من تلفزيون الفجيرة، مجهود يعني جماعي. يعني إحنا كل من يعني قبل أسبوع كان عندنا معسكر داخلي، ما قصرتوا وجيتوا وغطيتوا المنتخب الأشبال اللي هم اللي راحوا اليوم العمان، فهاي بصراحة يعني دوركم كإعلام تغطيتكم لفعاليات التنس واجبنا. يعني هذا بيساعدنا بشكل كبير ونشكركم عليه، ويعني كابتن هواجي يعني انتوا احد الشركاء الرئيسيين لاتحاد الامارات، واي نجاح يصير مو يعني على مستوى الدوله انتوا شركاء فيها بتغطيتكم هاي. تسلم كابتن، يعني يعطيك العافيه، اتمنى لكم التوفيق اكيد. مره ثانيه اكيد كابتن ميثم محمد حسين السكرتير الفني لاتحاد الامارات للتنس، شكرا لك هذا التواجد الرائع ويعطيك العافيه. كل الشكر لك. الله يخليك، شكرا جزيلا. شكرا كابتن، يعطيك العافيه. مشاهدينا اكيد مكملين معاكم فقراتنا مواضيعنا في برنامج استديو الفجيره، لكن بعد هذا الفاصل خلكم قريب. حياكم الله معنا مشاهدينا من جديد، مكملين وياكم فقرات برنامج استديو الفجيرة، والحين راح ننتقل معاكم لفقرة ترند في دار السعادة. مشاهدينا، شهدنا هذا الأسبوع عودة أبنائنا وأبنائكم أيضا إلى المدارس الله يحفظهم بعد انتهاء الإجازة الشتوية، هذه اللحظة اللي يتريونها كل الآباء والأمهات. أكيد لازم أسأل زينب، شو رأيك في العودة هذه للأطفال اللي راحوا للمدارس الحين؟ أكيد بعد الإجازة يجب العودة أكيد مرة أخرى للدراسة وأيضا للفصول الدراسية ثمر بالفعل، وبالفعل مشاهدينا يعني أكيد العودة للمدارس بعد الإجازة تتطلب التجهيز وأيضا الاستعداد، وشكر كبير أكيد لوزارة التربية والتعليم على جهودها الكبيرة اللي تمضي دائما بخطى حثيثة لاستكمال ما بدأته من عملية تطوير وتغيير جذرية وبعد شاملة في أطر ومس مسارات التعليم وفق فلسفة تربوية حديثة. نعم صحيح، ومع موسم العودة للمدارس لابد أن يكون لنا في استوديو الفجيرة حديث مطول عن هذا الموضوع مع ضيوفنا عبر تطبيق زوم، والبداية ستكون مع الدكتورة ندى جميل البدري استشارية نفسية تربوية. يا مرحبا فيك في استوديو الفجيرة. استاذ الله بالخير. حياك الله، اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. يا هلا فيك. الله يعطيك العافيه. طبعا اكيد لازم نسالك ونسال يعني هذا السؤال المهم اللي هو شو فائده الاجازه والهدف منها بين كل فصل وفصل دراسي، وكيف تقدر انها تشحن طاقه هذول الطلاب اللي يرجعون للمدرسه بقوه وايضا يكون عندهم القدره انهم يرجعون بشكل افضل. الحقيقه ان الاجازه المدرسيه هي هامه جدا في حياه الطالب، لأنها تعيد شحن هذا الطالب، حيث أن الطالب خلال العام الدراسي أو الفصل الدراسي الذي يقضيه هذا الطالب يبدأ يعني بالتعب القليل وبالروتين الدراسي والمذاكرة والاستيقاظ مبكرا والذهاب يوميا إلى المدرسة والتجهيز إلى لهذه المهمة، فلابد له من فترة يستريح فيها هذا الطالب، يقضي بها وقت جميل مع الأهل في سواء كان في البيت أو في السفر أو في المتنزهات أو في الأنشطة المختلفة ببيئة بعيدة عن المدرسة، كي يشحن هذا الطالب أو الطفل ويعود إلى المدرسة بهمة ونشاط. وقد أثبتت الدراسات أن هذه الإجازات تعيد الهمة وتحفز الطالب على العطاء الأكثر والاجتهاد والتفوق.
في المدرسة. يعني أستاذة بعض الأحيان يشوف أولياء الأمور أن ممكن الطفل يواجه صعوبة في العودة مرة أخرى للمدرسة ما بين الفصول الدراسية وبين هاي الإجازات، برأيك ليش بعض الأحيان يعني يشعرون الأطفال أو الطلاب والطالبات بصعوبة العودة مرة أخرى؟ غالبا انه الاهالي تبذل هذا الجهد يعني بعد فتره الاجازه، لانه ما معنى الاجازه؟ هي فرق ما بين الدوام ما بين الدوام وال يعني قضاء يعني الروتين المدرسي، الاستيقاظ مبكرا والذهاب وكذا، فلابد للاهل ان يهيئوا الطفل في قبل العودة إلى المدرسة أن الإجازة ستنقضي وستعود مرة أخرى إلى المدرسة، ولا بد لك من أن تجهز نفسك. فبعض طبعا حتى الأطفال هني أنماط شخصية، فبعض الطلبة أو الأطفال يعاني بعض الصعوبة في العودة بعد الإجازة إلى المدرسة، والبعض الآخر لا يعاني من هذا الشيء. نعم. صحيح. طبعا ممكن نروح ايضا مثل ما ذكرتي على دور الاهل في تهيئه اطفالهم للعوده للمدارس، كيف الاهل ممكن يكونون رافد اساسي بانهم يخلون اطفالهم افضل او خلينا نقول بطاقه افضل للعوده للمدرسه؟ هلا كما يجهز الاهل اولادهم بعد نهايه الصيف في دخول المدرسه والعوده الى المدارس، أيضا نفس الشيء عند انتهاء الإجازة الفصلية وعودة الطلب إلى المدرسة، لا قبل بيومين أو ثلاثة أو أكثر من تهيئة الطالب بالعودة إلى روتين النوم المبكر، التهيئة بالتجديد، تذكير الطالب بجمال المدرسة، بالذكريات الجميلة داخل المدرسة، بفائدة الدراسة والتحصيل العلمي، بتجهيز لوازم المدرسية بأنه سيعود إلى المدرسة يشاهد أصدقائه، سيقضي وقت جميل، المعلم متشوق لرؤية الطالب، فهذه الأمور تهيئ يعني نوعا ما الطالب في العودة. ودائما بذكر الأهل أنه قضينا إجازة جميلة والآن سنعود إلى روتين الدراسي الجميل والمحبب لك ولنا. صحيح، وبكل طاقة إيجابية. شاكرك أكيد هذا التواجد الرائع عبر تطبيق زوم الدكتورة ندى جميل البدري، استشارية نفسية وتربوية. شكرا لك دكتورة ويعطيك العافية. ننتقل لسماع رأي الأستاذ أيمن عبد الراضي مدرس اللغة العربية. مساك الله بالخير أستاذ. حياك الله. مساء الخير، حياكم الله. الله يحييك وبارك فيكم. يا هلا فيك أستاذ. بداية نتحدث عن دوركم كتربويين ومعلمين في تهيئة الطلبة والطالبات لتهيئتهم للعودة مرة أخرى للفصل الدراسي الجديد. هي مرحلة العودة تحتاج من المعلمين كثير من الجهد، وخاصة أن هناك يعني جانبين في عملية التهيئة أو التهيئة. الجانب الأول هو جانب نفسي يقوم على أن نحاول أن نستوعب الطالب، نحببه في المدرسة، نحاول أن يعني يشعر بجو الأسرة داخل المدرسة، بأن كل من في المدرسة سواء كانوا معلمين أو إداريين أو غير ذلك هم أهل له حتى يستطيع أن يستوعب أنه في بيته الثاني. الجانب الآخر هو جانب إجرائي، هو أن نحاول الاستعداد بكافة الطرق، خاصة تجهيز الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالطالب لتحفيزه وتقويته وصنع هذا الجيل الذي هو أمانة في أعناقنا. طبعا استاذ ايمن لازم كلنا نعرف شو التحديات اللي تواجهكم كمعلمين بعد انتهاء موسم الاجازه والعوده للمدارس. اكيد في بعض الامور اللي ممكن تواجهكم مع الطلاب، او خلينا نتكلم حتى مع انتم كمدرسين في العوده للموسم الدراسي. هي عمليه العوده استاذنا الفاضل هي يعني سواء للمعلم او للطالب، وللطالب اكثر لان الطالب ياخذها على اساس ان هو كان في وضع راحة تامة، في وضع عدم التزام في الاستيقاظ مبكرا وما شابه ذلك، فالمدرسة تلزمه ببعض القوانين وبعض الأشياء وبعض الضوابط. فالتحدي الذي يواجه المعلم في ذلك في ذلك الوقت أنه لابد أن يعني يوصل رسالة للطالب أن هذه حياته، وأن هذا المستقبل هو مستقبله، ولا بد أن يبدع ولا بد أن
يجتهد ولا بد أن يترك الكسل جانبا والخمول جانبا، وأن يعمل جاهدا على مواصلة الجانب التعليمي في حياته التعليمية والعلمية. جميل. صحيح، ودائما نشجع استاذ ايمن ايضا على التواصل الدائم والمستمر ما بين اولياء الامور والمعلمين والتربويين، برايك ما مدى اهميه بالفعل التواصل ما بين الاهل والمدرسين خلال هذه المراحل بالتحديد؟ لا، هو التواصل بين ولي الامر وبين المعلم او بين المدرسه بصفه عامه وبين ولي الامر لابد من وجودها، لان عدم وجود هذا التواصل يفشل العمليه التعليميه بالكامل. يعني عنصران أساسيان بالنسبة للطالب الأسرة والمدرسة، لو تكاسل عنصر أو يعني توانى عنصر عن أداء مهمته معنى ذلك فشلت العملية التعليمية. يعني كل يكمل بعضه بعضا، المدرسة تقدم المادة العلمية، تقدم المادة التربوية الأخلاقية، البيت يحتضن هذه المادة ويقوم بتقويتها، يقوم بالعمل على غرس أيضا القيم الخاصة بالأسرة. التواصل أيضا بين المعلم وبين ولي الأمر شيء يعني من الضروري بمكان، لأن هناك تقابلنا بعض المشكلات بالنسبة للطلاب لابد أن يتدخل ولي الأمر فيها ولابد أن يعرف ولي الأمر بها. لذلك أرى أن موضوع التواصل هذا يعني أمر مهم جدا، وخاصة نعم. أو لابد أن يكون من خلال الإدارة المدرسية. جميل جدا، طبعا أكيد نحن سعيدين بسماع رأيك الأستاذ أيمن عبد الراضي مدرس لغة عربية، كل الشكر لك. وننتقل الحين لسماع رأي الأخت مريم حسن البلوشي وهي ولية أمر. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. طبعا في البداية الحمد لله طيبين، الله يعزك ويخليك. طبعا أكيد بحكم أنك أنت ولية أمر، وأكيد بعض الأحيان ممكن أولياء الأمور يواجهون بعض الصعوبة، كيف تستعدين أنت والطلاب اللي خلنا تقول عيالة الطلاب للعودة للمدارس في هذه الفترة؟ كيف الاستعداد يكون؟ في البداية لازم قبل الإجازة نفسها أنا أحط خطة الإجازة، شو بحط حق الأطفال، مثلا هل نحن بنسافر، هل نحن مثلاً بنطلع طلعات مثلاً في أرجاء دولة الإمارات، هل نحن مثلاً بنقضيها في أشاركهم مثلاً في فعالية معينة أو في شيء يحبونه في الهواية يمارسون هوايتهم فيها في معاهد أو مراكز تعليمية لهذا الشيء، أو مثلاً ركوب الخير، أي شيء كان أني أنا أجهز هاي الخطة قبل الإجازة. نعم. بعدين أجلس مع العيال نفسهم، لأن الإجازة معناته هم يحطون في بالهم راحة، خلاص إحنا بنرتاح، يعني معناته راحة من المذاكرة، راحة من الكتابة، من القراية، نحن عندنا أشياء على كيفنا بنسوي، بنسهر، بنقوم متأخرين، يعني مثل ما يقولون الجدول كله يتلخبط. فمن البداية أنا أجهز مثلاً الخطة اللي أنا بكون مثلاً بمشي عليها في الإجازة، وبتفق معاهم أن مثلاً آخر 3 أيام من الإجازة أن نحن لازم نرتب رقادنا، أقلل من الموبايل خاصة في الليل، ما في هاي الألعاب اللي فيها وايد تنشن قبل المدرسة، لأن تعرف الألعاب بعد ممكن تأثر تخليهم متوترين زيادة عن اللزوم. أشاركهم مثلا أشوف شو ناقصنكم حق المدرسة من أدوات مدرسية، مثل ما تفضل الدكتور يعني قالت أني أنا أشاركهم أهيئهم حق الأدوات المدرسية، اللبس مثلا إذا كان يبال التغيير أو شيء، يعني شيء من هالقبيل. وبعدين إذا كنت في خطتي أني أنا بسافر لازم أراعي جداً أني أنا أرجع من برا البلاد قبل المدارس ب3 أيام. ليش؟ عشان يرتاح الطفل عدل جسدياً وذهنياً، يكون مرتاح لما بيدخل المدرسة. ثاني شيء أبتدي أراجع شوي، مو مراجعة كثيفة، لا، أقرأ مع قصة، أتكلم معه، أقول له مثلاً الحين بنبتدي تشوف أصدقائك، بتصير تشوف كذا، يعني أهيئة، أقول له بتشوف المدرسة اللي تحبها، المدرس اللي أنت دائماً تلعب معاه. بهاي الصورة أن إحنا نحاول يعني قد ما نقدر كأولياء أمور من وحي التجارب نهيئ أطفالنا بهاي الصورة. صحيح. جميل. يعني مريم، يمكن بعض أولياء الأمور يشوفون أن هذا الموضوع صعب ويمكن يتركون الأمر بشكل عشوائي ويقول لك هي فترة ترفيهية للطفل أو للطالب عشان يبتعد عن أمور المدرسة، فحابين نشارك اليوم هذه التجربة الناجحة من خلالك. هل تشوفين الأمر سهل ولا يحتاج يمكن يمر ولي الأمر ببعض الصعوبات والتحديات أنه يرتب بالفعل جدول عياله في الإجازة؟
لا يواجه صعوبات أختي، لأن كل طفل لشخصية معينة، لأسلوب معين، لتفكير معين، لخيال معين. عندك مثلا طفل يحب مثلا يقضيها الإجازة بدون ترتيب، يحب في طفل لا يحب مثلا الإجازة أنا مخيلنا مثلا أني أنا لازم أسهر وألعب وأسوي وهذا كله. في مثلا طفل يحب أنه يمارس هواياته، فمو بسهل، لأن ما شاء الله إذا كان عندك أكثر من طفل وكل واحد لشخصيته، كل واحد لمزاجه، كل واحد وعمر أو مرحلة وعمر معين مرحلة، صح؟ فوايد صعب، مو بسهولة. نعم. المسألة ما تبي سهولة أبدا. فنحن نحاول قد ما نقدر يعني من خلال لغة الحوار، لغة التفاهم، لغة كذا، ان احنا نوصل لحل يعني يناسبنا نحن الطرفين، نحن والابناء مع بعض. صحيح. اكيد مريم، نشكر لك هذا التواجد الرائع ومشاركتك هذه التجربه، ونتمنى فعلا من اولياء الامور انهم دائما ينظمون جداول ابنائهم في الاجازات ما بين الفصول الدراسيه. كل الشكر لك مريم حسن البلوشي، ولي الامر. يعطيك العافيه مريم. الله يعافيك. الله. ننتقل لسماع راي الطالب محمد احمد خليل، مساك الله بالخير. يا اهلا. يا هلا فيك محمد. خبرنا كيف بالفعل تستعد ما بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي أنك ترجع لي المدرسة مرة ثانية بطاقة إيجابية وبكل نشاط وحيوية؟ طبعا الاستعداد للمدرسة يحتاج لاستعداد خاص، سواء كان استعداد ذهني أو جسدي أو عقلي للطالب، لكن بالنسبة للاستعداد الدراسي بالنسبة لي فهو شيء ليس بصعب، لأن العملية الدراسية وعملية التعلم الذاتي لا تتوقف عندي حتى في الإجازة. الحمد لله. فأنا أحدد لنفسي جدولا خلال الإجازة لتعلم مهارات وأشياء جديدة، كما أحب أنا أيضا الشعر العربي والأدب العربي، فأقوم بحفظ الشعر العربي في فترة الإجازة. مميز. طبعا انا ممكن بعد اسالك بحكم انك انت ذكرت بعض الهوايات اللي تحبها والاشياء اللي انت تهوى انك تعمل فيها، خلينا نتكلم الحين، انت رجعت من الاجازه وصارت عندك ايام الدراسه، ففي عندك التزامات دراسيه تعليميه وايضا عندك هواياتك اللي تحبها، كيف تقدر توازن بين هذه الهوايات والدراسه ويكون عندك يعني فصل بينهم، وايضا ان شيء ممكن يعزز الشيء الثاني؟ طبعا كلا الامرين كل منهما يحتاج لوقت محدد في يوم الطالب. نعم. بالنسبه للعمليه التعليميه فهي تحتاج لوقت محدد وفتره جيده في اليوم لكي يستطيع الطالب استيعاب وفهم ما درسه خلال اليوم. نعم. اما بالنسبه للهوايات والاشياء التي يمارسها الطالب خلال اليوم فهي تاتي بعد انتهاء الطالب من الدراسه كمكافاه، ولأنها هواية فهي شيء يحبه الطالب، ذلك فهي تأتي كمكافأة في نهاية اليوم. جميل جدا. طبعا نتمنى لك التوفيق في دراستك، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله تكون متفوقين. كل الشكر لك طالب محمد أحمد خليل على هذه المداخلة الجميلة، ونتمنى لكم التوفيق أيضا ضيوفنا اللي كانوا معانا في الزوم، كل الشكر لهم على المعلومات يا زينب. بالفعل تامر، كل الشكر أكيد لضيوفنا المتواجدين اليوم معانا اللي شاركونا بآرائهم، وأنتم بعد مشاهدينا يمكنكم اقتراح المواضيع اللي ترغبون بطرحها في هذه الفقرة على هاشتاج استديو الفجيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشاشة قناة الفجيرة. والحين أيضا مشاهدينا ننتقل لتعرف على تفاصيل فقرة ترند في دار السعادة مع زميلنا عبد الله. مساك الله بالخير يا عبد الله. حياك الله يا عبد الله. يا الله ثامر وزينب، واكيد نرحب بكم مشاهدينا الكرام. واما عن تفاصيل اخبارنا اليوم في ترند في دار السعاده، ومع خبرنا الاول، دراسه حديثه نشرت في مجله ناتشرال كوميونيكيشن توضح تاثير الوقت اللي تتناول فيه وجبتك الاولى ووجبتك الاخيره في اليوم على صحه القلب والاوعيه الدمويه، مشيره الى ان افضل وقت تتناول فيه وجبه الفطور والعشاء عند الساعه 8 صباحا قبل 8 مساء، وكلما تأخرت الوجبة الأولى تزداد من فرص الإصابة بأمراض القلب بنسبة 6% لكل ساعة تأخير. علق على هذا الخبر بصالح اللي قال نعم وأنا مجرب، إذا ضبطت وقتك في الأكل بتعيش مرتاح. أما رولا فتحدثت عن اختلاف المواعيد عند اتباع الصيام المتقطع، وقالت بس اللي يتبع الصيام المتقطع يكون الوقت فعلا مختلف. فأنتوا تلاحظون
تنظمون هذا الشيء؟ انتم منظمينه كلكم ولا ما منظمين؟ اللي خلص دوام متاخر كيف ينظم؟ لا كيف ينظم وقتها؟ هل تلاحظون هذا الشيء حقيقي ان لما انت تنظم اكلك يعني صحتك تتغير؟ اكيد اكيد طبعا. بالنسبه لي انا اشوف ان اذا الواحد يتغدى او خلينا نقول يتعشى متاخر يثقل على نفسه والله يتعب نفسه بشكل فعلا يتعب. بس عاد اللي خلص دوامات متاخر ما شيء يسوي. انا ما ادري احس فعلا في ناس لما يتعشون يثقلون في الاكل بس عشان يقدرون ينامون عدل. ممكن وممكن ما يقدر نفس ما قال سامر. في ناس عكس هذا يبي ينام يكون خفيف بنومته. نعم. خلينا ننتقل الى الترند الثاني ونحو عالم البحار والمحيطات المليئة بالقصص المشوقة والغريبة. والقصة هذه المرة من نيوزيلندا، حيث تم إنقاذ صياد نيوزيلندي بعد أن أمضى نحو 24 ساعة في المحيط اللي كان في رحلة صيد بمفرده عندما سقط في البحر وسحبته المياه بعيدا عن الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا. وأصابه الرعب أكثر لما سبحت إحدى أسماك القرش بجواره، ومن بعدها يعني تعب من السباحة ولجأ لحيلة مبتكرة حيث استخدم فيها انعكاس الشمس على ساحته لجذب الانتباه ليلاحظ ثلاث صيادين هذا الانعكاس عفوا وسارعوا لإنقاذه. ووقعت يعني وصفوا هذه الحادثة بمعجزة أو بأغرب من الخيال. طبعا هذا الخبر أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، فبعض التعليقات حملت طابع الطرافة وأخرى لم تصدق هذا الخبر، حيث علقت عائشة الشهر الجاي بينزل نتفليكس ومقتبس عن قصة حقيقية ونحن بنعيش الدور وراح نصيح. أما في الترند الثاني أو في عفوا بالكومنت الثاني كان لهاجر، قالت سبحان الله ربنا كتب لي ربنا كتب لها عمر جديد أعطاه ذكاء يساعده على النجاة. سبحان الله القصة يعني فعلا فيلم. أي والله كان فيلم شيء مؤثر. أنا نصيحتي للكل البس ساعات، أنا لابس ساعة الحين انعكاس يعني او اي شيء يسوي انعكاس اي شيء يسوي انعكاس. خلينا ننتقل الى عالم الكره ونروح الى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ويخطف الانظار رغم تجاوزه 38 عام، حيث حقق الفوز بجائزه مارادونا لافضل هداف لعام 2023 في جوائز دبي جلوب سوكر واللي تقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، وسجل الداون 54 هدف في 59 مباراة مع منتخب البرتغال وأيضا نادي النصر السعودي، محقق أفضل حصيلة أهداف له خلال عام واحد منذ عام 2017 لما كان لاعب في ريال مدريد، وحيث سجل حينها 53 هدف. طبعا جاءت المباركات عديدة إلى الدوني كريستيانو رونالدو، حيث علقت صاحبة الحساب الفرنسية أفا عليك يا الدون إذا ما عطوك حقك الغرب نحن بنعطيك. أما الحرمودي علق مباركا قال مبروك ويستاهل الفوز رونالدو. أكيد أنا حاب بعد آخر تعليق ثامر في الموضوع على هالضحكة. يعني أي شيء يخص الكرة والرياضة ثامر على طول. شوف أنا من محبين كريستيانو، طبعا أنا عجبني التغريدة اللي قالت إن إذا ما عطوك حقك بنعطيك حقك. طبعا هو اللي جاب الأهداف مش إحنا اللي عطينا الحق هذا صراحة، فيستاهل الدون صراحة. أكيد طبعا الهداف كبير كريستيانو رونالدو، ورغم إن أنا أحب ميسي بس بعد أحب كريستيانو رونالدو على فكرة، يعني أنا أحب أعترف هذا الشيء. طبعا كانت هذه أخبارنا ثامر وزينب ومشاهدينا الكرام في دار السعادة لليوم. وطبعا مشاهدينا يمكنكم اقتراح المواضيع اللي ترغبون بطرحها في هذه الفقرة على هاشتاج استوديو الفجيرة عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لتلفزيون الفجيرة. يعطيك العافية أكيد يا عبد الله. مشاهدينا مكملين معاكم مشوارنا وأيضا فقراتنا، لكن بعد هذا الفاصل انتظرونا. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد ومستمرين معاكم في برنامج استوديو الفجيرة، واكيد مكملين معاكم فقراتنا المنوعة لليوم. وننتقل الحين معاكم مشاهدينا الى فقرة متميزون.
ضيفتنا لليوم طموحها ما لها حدود، مثال للطفلة المتفانية الشغوفة بالعلم وخدمة الوطن، وعلى الرغم من صغر سنها وكونها أيضا من أصحاب الهمم إن لها لم تجعل هذا التحدي عائق أمام تقدمها وطموحاتها وتميزها. نعم، فقد أثبتت بقدراتها أن لا مستحيل، وأوجدت من خلال مسيرتها الطرق للمثابرة والسعي اللي تثبت للجميع أنها قادرة على العطاء. رحبوا معنا مشاهدينا في استوديو الفجيرة بالطفلة آمنة حسن الضنحاني، عضو البرلمان الإماراتي للطفل من أصحاب الهمم، ولكن بعد مشاهدة هذا الفيديو عنها. مشاهدينا، خلونا نتعرف اكثر على الطفله امنه حسن الضنحاني، عضو البرلمان الاماراتي للطفل. مساك الله بالخير يا امنه. حياك الله، نورتينا. شو اخبارك؟ بخير الحمد لله. امنه، بدايه ما شاء الله عليك، انت فزتي في انتخابات عضو العضو الاماراتي او البرلمان الاماراتي للطفل الخاص في المجلس الاعلى للامومه والطفوله، الخاص ايضا في لجنه الشؤون الخاصه بالبيئه والاستدامه. كلمينا عن هذه التجربه. هذه التجربة كانت تجربة جميلة واستفدت كثير، وبعد اني استفيد ففي البداية عرفت عن هذه المسابقة من طريق خالتي. خالتي خبرتني عن هذه المشاركة او البرلمان لكي اشارك، وعشان هي تشوفني كشخص قيادي واني اقدر اشارك في البرلمان واعطي افكار واساعد. جميل. ما شاء الله عليك. طبعا انت بحكم انك في قلب البرلمان الاماراتي للطفل، وايضا كعضوه في لجنه الشؤون البيئيه والاستدامه، كيف بتقدمين اضافه في خلينا نقول الاعمال البيئيه والعمل البيئي بشكل عام؟ اقدر اني اشارك في مسابقات او في دورات اللي يعطون البرلمان عشان نقدر نشارك فيها، وبعد اني اعطي واقدم افكار في البرلمان عشان نقدر نعلم الاطفال او ان ندخل في المنهج او في الاطفال في التعليم عن التغير المناخي وشو هو التغير المناخي وعن البيئه والاستدامه، واكيد مش عن البيئه والاستدامه بس اكثر واكثر، وعن حقوق الطفل وعن الصحه وفي لجان اكثر في البرلمان. ما شاء الله عليك، يعني أمنة أنت جميلة ومتميزة، بالتالي كيف تشوفين أنك تقدر تخدمين الوطن والمجتمع من خلال تواجدك في هذا البرلمان الخاص بالطفل؟ أنا أستطيع أن أساعد الوطن والدولة والأطفال بإني أعطيهم أفكار، وأقدر أخذ الأفكار والمشاكل والأشياء اللي يبغوا يقدموها حق البرلمان وأنا أكون صوتهم، عشان يعني وبعد أنا وزملائي في البرلمان نقدر نجيب أفكار وأشياء تساعدنا أن خلي الدولة للأطفال جميلة، وهي أردي يعني هي
اصلا جميله اصلا جميله وعندها حقوق للاطفال اكيد الاطفال وافراد المجتمع. لا. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن. انا حبيت انها على طول قالت انه دولتنا اصلا جميله بس احنا حابين نكمل اكثر. ما شاء الله عليك. طبعا احنا سعيدين بوجودك يا آمنة، وصراحه انا كثير سعيد انه يكون عندنا اطفال مثلك متحدثين وايضا عندهم اهداف ساميه لخدمه الوطن وايضا خدمه المجتمع. شو سر شغف وحب الكبير اللي نشوفه للوطن وايضا خدمه البيئه منك؟ انا بدات منذ الصغر اني اهتم في الزراعه وكنت احب الزراعه وايد، ويوم تعلمت عن التغير المناخي وشوف الزراعه يساعد في التغير المناخي اهتميت اكثر واكثر، وشاركت في مسابقات واشياء معي في المدرسه، وبعدين شاركت في اشياء اكثر، مثلا شاركت في كوب. ويعني البيئه هي وايد مهمه لان هي الارض اللي نعيش فيها، ما شيء ارض ثاني وما في كوكب نقدر نعيش فيه نفس الأرض اللي الله عطانا إياه، ولازم نحافظ عليها. عشان شي أنا مهتمة في البيئة والاستدامة. يعني أنت نموذج رائع آمنة أكيد لكل الأطفال اللي يهتمون بالاستدامة وأيضا ببيئة دولة الإمارات العربية المتحدة. آمنة ما شاء الله عليك، بعد أنت فزتي في مسابقة إعادة التدوير، كلمينا عن هاي المسابقة اللي فزتي فيها وليش فزتي آمنة؟ هذه المسابقة هي عبارة عن إن تسوي رسم أو مجسم تقدر تروي أو تستخدم الأشياء أو لإعادة التدوير لكي تسوي رسومات أو مجسم. أنا سويت مشروعي اسمه The Garden of Wonder، وفي هذا المشروع استخدمت المعلقة البلاستيك وسويتها إلى وردة، وهذه وبعد سويت ورود ثانيه من غطا من الغطا مال الغرشه و يعني اشياء لها علاقه بالبيئه. الاشياء لها علاقه بالبيئه وكل هالاشياء اللي استخدمتها اعاده تدوير. جميل جدا. طبعا انا لاحظت ما شاء الله مع فوزك في مسابقه اعاده التدوير ايضا تم اختيارك في مبادره ابطال الحياد المناخي، حكينا عن هذه المبادره وشو دورك فيها؟ هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم واليونيسف قدرنا أن نشارك في كوب ونعطي أفكارنا ونتعلم، ويعطونا دورات خاصة حقنا أطفال الحياد المناخي. أنا شاركت في أبطال الحياد المناخي عشان أتعلم أكثر وأكثر عن البيئة، وأني أقدر أعطي الأفكار والأشياء في كوب، وإني أعطيها لزملائي وأقدر أشارك معاهم وأعلمهم أكثر عن التغير المناخي واللي هو شيء وايد مهم وقاعد يستوي وبعده يستوي فلازم نوقفه. فأنا شاركت في أبطال الحياد المناخي، أبطال الحياد المناخي اختاروا 30 طالب من كل الإمارات وكل المدارس الخاصة والحكومية إن إحنا نقدر نعطي أفكار ونروح في كوب ونسوي وايد أشياء ونستفيد. وأنا الحمد لله كنت من هذه من 30 طالب اللي اختاروا. ما شاء الله عليك. يعني آمنة مش بس أنت تحبين البيئة والاستدامة، بعد تحبين المسابقات الثانية، مسابقات نقول تحدي القراءة اللي شاركتي فيها وأيضا الواعظ الصغير، كلمين عن هذه التحديات آمنة اللي شاركتي فيها. الواعظ الصغير شاركت فيه لأن في عائلتي كانت تحفزني وتقول لي أن أنا إلقائي يساعد ويأثر فيهم، فيوم سمعت ان في الواعظ الصغير اللي اقدر اثر في الناس ان يهتموا عن الاشياء اللي في الاسلام، وانا حقي شاركت في ليله القدر. ليله القدر تكلمت عنها واعطيت كيف اني انا اقدر، واعطونا كلام والقيته والحمد لله فزت في المركز الاول في الواعظ الصغير. ما شاء الله تبارك الله. وتحدي القراءة أنا أشارك فيه من الروضة الأولى، والسنة في الصف الخامس وصلت إلى التصفيات النهائية على الإمارات. جميل. والحمد لله لأن هذا الشيء وايد أسعدني أني وصلت لهذه المرحلة في تحدي القراءة العربي. جميل. وهذا بعد حفزني أني أنا أكتب قصص، لدي 3 قصص. ما شاء الله. عاملة والقطعة الناقصة، عاملة والهوية الوطنية، وقاعد أكتب قصة جديدة عن التسامح وعن صنع الإماراتي. جميل. ما شاء الله عليك. يعني إحنا نتريى
أنا وثامر نسخة من هاي القصص وهاي الكتب أكيد. آمنة أنت فخر أكيد لكل طفل من أصحاب الهمم، ما شاء الله عليك، وعضو متميز أكيد في البرلمان الإماراتي للطفل. شاكيلي هذا التواجد الجميل والرائع أكيد. آمنة حسن الضنحاني عضو البرلمان الإماراتي للطفل في مجلس الأمومة والطفولة في لجنة الشؤون البيئية والاستدامة، أيضا شكرا لك آمنة ويعطيك العافية. كل الشكر لك يا آمنة، نورتينا حبيبتي، يعطيك العافية. شكرا. وصلنا الختام. نعم صحيح، وأكيد وصلنا الختام بقصة جميلة من آمنة، وصراحة أنا بالنسبة لي قبل لا نختم لازم أوجه تحية لأهلها اللي طلعونا هذا النموذج الرائع، وأيضا نحن دائما نعول على الأسرة الإماراتية بإخراج نماذج مميزة وجميلة من الأطفال اللي بإذن الله راح يكونون قادة للمستقبل بإذن الله الكريم. أكيد تام. مشاهدينا وصلنا لنهاية مشوارنا معاكم، اتريونا كل ليلة الساعة 10 المساء في برنامجكم المسائي استديو الفجيرة. دمتم في أمان الله وتصبحون على خير. صبحنا على خير.